كصنعاء الجريحة وهي تلملم أوجاعها ولا تشتكي، ينزل المواطن أو المناضل علي صالح عباد في غرفة العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية. ترى إلى متى يتم خذلان القيادات الوطنية؟ أهلا بكم. من صنعاء المثقلة بالحزن ترتفع المناشدات بإنقاذ حياة المناضل اليساري علي صالح عباد المعروف باسمه الحركي مقبل. قناة بلقيس تخصص هذه الحلقة من المساء اليمني للتذكير بدوره النضالي والأدوار التي لعبها الرجل خلال رحلته السياسية، خصوصا عقب حرب صيف 94 التي عمل بعدها على إعادة لملمة شتات الحزب الاشتراكي. كما نسعى في هذه الحلقة للتذكير بدور الحزب والجهات المسؤولة تجاه إنقاذ حياته، فالرجل الذي نذر حياته للنضال الوطني يقبع اليوم بصنعاء محاطا بالإهمال الرسمي ومحمولا على أكف الصبر، وليس له إلا دعوات الأحبة. عرف باسمه التنظيمي مقبل، وعرفه النضال والمناضلون منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الهزيع الأخير من الصبر. إنه علي صالح عباد، الرجل الذي حظي بتقدير محبيه وخصومه وسجل في قائمة الكفاح الوطني، لكنه غيب كغيره من الوطنيين في هذه المرحلة القاسية من عمر البلاد. انتمى الرجل في مطلع حياته إلى حركة القوميين العرب وخاض معركة النضال المسلح ضد الاحتلال البريطاني، وكان أحد أبرز رجال السلطة بعد الاستقلال. اصطدم مقبل مع الرفاق آنذاك عقب انتفاضة الفلاحين الشهيرة التي نظمها مع رفيقه سالم ربيع علي المعروف بسالمين، فتعرض للسجن لخمس سنوات عقب استشهاد سالمين، ووصف اعتقاله بأنه كان اعتقالاً أقسى بكثير من الإعدام. خرج من السجن وغادر إلى صنعاء مع الرئيس السابق علي ناصر محمد عقب أحداث 13 من يناير لعام 1986. يقول عنه أحد أصدقائه: كان مقبل عنواناً ثورياً نقي الضمير، صادق المواقف، دفع ثمن إخلاصه للتجربة الثورية في الجنوب. كان مقبل شاهداً على الاضطرابات السياسية والصراع المر الذي شهدته البلاد جنوبها وشمالها. بعد حرب العام 94 أصبح عباد أميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب السابق، لكنه وجد نفسه أمام مرحلة شاقة وعسيرة، وهي مهمة لملمة الحزب الاشتراكي عقب التجريف الحاد الذي أصابه بعد خسارته الحرب. كان الحزب يشهد أقصى الحملات ضراوة وأشدها بطشا من قبل الأجهزة الأمنية لنظام صالح وأدواته السياسية، فقد واجه الحزب حملة تكفير وحملات سطو على مقاره ومحاولات لحل الحزب ومحاكمة قياداته. اعتبر مقبل المؤسس الحقيقي للحزب الاشتراكي في المرحلة الجديدة، خصوصا بعد التصفيات والشتات الذي تعرضت له قيادات الحزب. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال لكنه نجا ليكون شاهدا على أهم التحولات التي عصفت بالبلاد. مقبل كما يراه محبوه أيقونة اليسار اليمني، الرجل الذي وقف شامخا أمام كل المتغيرات السياسية في اليمن، ينزل اليوم في غرفة العناية المركزة بمستشفى الثورة بصنعاء بعد رفض ميليشيا الحوثي السماح بمغادرة للعلاج في الخارج. ورغم أن الحزب الاشتراكي قد توجه بطلب خاص للأمم المتحدة بنقله إلى الخارج لغرض العلاج، لكنهم فشلوا في إخراج رجل الصبر، ليصدق قول أحدهم: سلام مني للرؤوس المجنفة ذي ما ينكسها سوى رب العباد، الحزب علمنا أصول المعرفة والصبر علمنا علي صالح عباد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي في الجنوب الأستاذ أحمد حرمل. أهلا بك أستاذ أحمد معنا إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أهلا بك، حياكم الله. أستاذ أحمد، إذن في البداية هل لك أن تطلعنا على الوضع أو الحالة الصحية للأستاذ علي صالح عباد مبدئيا؟ شكرا لقناة بلقيس على اللفتة الكريمة وتخصيص هذه الحلقة للمناضل علي صالح عباد مقبل، وذكرتني عندما هتف مندوبي الاشتراكي في المؤتمر العام الرابع والخامس: سلام مني للرجال المقنفة ذي ما يوطيها سوى رب العباد، الحزب علمنا أصول المعرفة والصبر علمنا علي صالح عباد. وأنا سأقول: عظيما أنت يا مقبل بمحراب الوطن صامد، رفيق هديك باقت فل، أنت الشامخ الماجد، أنت القدوة الأجمل، أنت الثائر الزاهد، بصنعاء صوتكم قلقل ضد الجاهل الحاقد،
وقلتم لا لن نقبل بحكم الظالم الفاسد. الأستاذ علي صالح عباد مقبل الذي يعاني من عدة أمراض يرقد في المستشفى، وحالة مقبل هي تعبير عن حالة الوطن الذي يعيش الأوجاع والآلام. فمقبل هو يجسد الوطن اليمني بكل ما يعانيه من آلام ومن متاعب ومن أمراض. مقبل ينتمي إلى جيل كبير بمبادئه وقيمه وجسورا بأهدافه وعملاقا بتطلعاته وشجاعا بمواقفه ومتحررا بإرادته وقراره. مقبل من الجيل الذين صنعوا ثورة 14 من أكتوبر وأقاموا الدولة الوطنية في الجنوب ووحدوا 23 مشيخة وسلطنة في كيان واحد وحققوا الكثير من الإنجازات للمواطن للشعب في الجنوب ولدولة الجنوب، منها المواطنة المتساوية وإزالة الفوارق بين الطبقات والعلاج المجاني والتعليم المجاني والأمن والاستقرار والقضاء النزيه وغيرها من المنجزات الذي لا يتسع الوقت لذكرها. وأقول بأن مقبل الهامة الشامخة الذي يرقد في مستشفى الثورة لا يمثل ذاته بقدر ما يمثل شعب، هذا الشعب الذي يرى في علي صالح عباد مقبل هو رمز من رموزه. ولا زلت أتذكر ذكرى تأبين النعمان في صنعاء عندما ألقى خطاب أزعج الرئيس علي عبد الله صالح حينها، وأذكر واقعة عندما تقدم للترشيح أمام علي عبد الله صالح كيف دفع علي عبد الله صالح بأعضاء البرلمان برفض تزكية مقبل أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية التي كنا نعرف سلفا بأنها ستكون انتخابات مزورة لصالح علي عبد الله صالح، ومع هذا أرعبهم مجرد تقديمه للترشيح. طيب سنعود إلى هذه الذكريات وفترة ما بعد حرب 94 والفترة التي كان فيها مقبل في الواجهة كأمين عام للحزب الاشتراكي، لكن التساؤل عن الوضع الآن أستاذ أحمد، ما هي الأسباب التي منعت، يعني نحن نعلم الحالة الوضع النظام الصحي في البلاد الآن ليس بذاك القوة، لماذا بحسب علمك لم يسافر مقبل إلى خارج البلاد لتلقي العلاج وهو شخصية سياسية معروفة لدى الجميع ولها بصماتها التي ذكرتها الآن وسيذكرها أيضا الضيوف الذين سيكونون معنا؟ كلنا يعرف بأن ميليشيات الحوثي التي صادرت الوطن وخاضت حرب ضد الشعب وانقلبت على كل ما هو جميل هي من تعرقل إخراج علي صالح عباد مقبل إلى خارج الوطن للعلاج. وأنا أسأل لها فرصة لأدعو منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى التدخل لإجلاء علي صالح عباد العالق في صنعاء للخروج لتلقي العلاج. فهذا الرجل نائب رئيس مجلس النواب السابق وأمين عام الاشتراكي وأحد قادة ثورة 14 أكتوبر، وهو رمز والرمزية لا تتجزأ ولا يمكن أن تهان بنفس الطريقة التي تعرض لها علي صالح عباد مقبل من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية التي دمرت كل شيء، وهي ترى في تعذيب الأحرار والأبطال لا أستطيع أن أعبر عنها، تتلذذ بمسألة تعذيب الأحرار ورموز الشعب اليمني الذي يرفض العودة إلى نظام الملكية، هؤلاء الثوار المتحررين الذين ينتمون إلى حركة القومية العرب، خاضوا حرب ضد الاستعمار وتحرروا من الإمامة وجاء من الكهوف ليعيد هذا النظام ويدعي بالحق الإلهي للحكم، وأن هناك من هو سيد ومن هو عبد، هناك قناديل وهناك زنابيل. ومقبل بطبيعة الحال مثل ما رفض نتائج حرب 94 في أسطس عام 94 عندما دعا لعقد دورة للجنة المركزية طلب منه أن يدين الحرب فرفض وقال أن يدين الانفصال فرفض وقال ندين الحرب وندين الانفصال لأن على الانفصال كان نتيجة
لسبب، والسبب هو الحرب. وحينها أصدروا بيان بإدانة الحرب وإدانة الانفصال باعتباره أحد تداعيات الحرب. طيب في هذا السياق دعنا نبدأ بالدخول بهذه الفترة، يعني نضالات مقبل تمتد لما قبل ذلك، لأيام الجبهة وأيام الاستعمار البريطاني كذلك، وهناك أيضا فترة تاريخية ممتدة بان حكم سالم ربيع علي وما بعدها أيضا، الكثير من المحطات. هل أعطيتنا بعض النقاط في تاريخ مقبل في تلك الفترة ابتداء؟ علي صالح عباد مقبل كان أحد القادة في جبهة أبين، وعندما دعت الحاجة تم نقله ليكون مسؤولا سياسيا لجبهة عدن، وكان من الرجال القلائل الذي يتمتع بفكر ناضج ويحظى بقبول وجسارة وشجاعة. وعندما تم تحرير الجنوب كان واحدا من القيادات التنظيمية التي عملت على إنجاز برامج الجبهة القومية ومؤتمراته، وكان يعول عليه كثيرا، ووصل إلى درجة خبير حيث تم انتدابه إلى أثيوبيا عندما تم تشكيل الحزب في أثيوبيا، وكان علي صالح عباد مقبل أحد الخبراء برسم ووضع وثائق الحزب في أثيوبيا. وعلي صالح عباد مقبل له بصمات عديدة في المجال الاجتماعي والمجال المدني والمجال السياسي، وهو خاض تجارب عديدة ابتداء من المحافظة إلى عضو مجلس نواب إلى مواقع حزبية رفيعة. كان من صناع القرار وواحدا من القيادات الذي كان يشار لهم بالبنان. طيب دعنا نشك معنا في الحوار الآن أستاذ أحمد السيد عبد الباري طاهر الكاتب والمفكر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أرحب بك أستاذ عبد الباري. دعنا في البداية، يعني ضعنا في البداية عن بصورة عن الحالة الصحية للأستاذ علي صالح عباد إذا كان لديك اطلاع عليها. طبعا الأستاذ علي صالح من أسبوع أو أكثر يعاني، طبعا هو عنده معاناة كثيرة من أمراض على مدى طويل عبر سنوات، ولكن خلال الأسبوع هذا اشتد وطأ المرض عليه، عنده متاعب، عنده الضغط، عنده القلب، عنده كثير من المتاعب الصحية، وهو يرقد الآن في مستشفى الثورة، وطبعا يعني حالته سيئة جدا. و وهو من رفاق علي صالح عباد مقبل، وهذا الشخصية من أهم الشخصيات الوطنية التي تتسم بالنزاهة ونظافة اليد والطهر الثوري، ولعب دور في مراحل الثورة اليمنية شمالا وجنوبا، وكان من الضمائر المستترة في الحركة الوطنية على مدى عديد من العقود منذ بداية الستينات وحتى اليوم. أنت في مقال كتبته في هذا السياق تحدثت على أنه على أن مقبل ينحدر من منطقة الخصبة بأبين لعائلة من كبار ملاك الأراضي، وانتخب في دائرة بأبين في مجلس النواب بانتخابات 93. هل أعطيتنا أيضا معلومات أخرى مما تعرفه عن مقبل؟ طبعا يا سيدي، مقبل من القادة الأوائل في حركة القوميين العرب، ولعب دور مهم جدا في حرب التحرير الشعبية ضد بريطانيا منذ البداية من 63، وأصبح طبعا أهم شخصية في الحزب في حركة القوميين العرب في التنظيم السياسي في الحزب الاشتراكي. طبعا هو اعتقل لفترة يعني بضعة أعوام، وعندما خرج من السجن أيضا ظل يعني يحتفظ بموقفه وبموقعه. وأهم شخصية هذا يعني علي صالح عباد لعب دور في حركة اليسار القومي وفي إعادة تشكيل الحزب الاشتراكي بعد حرب 94، كان الشخصية الرئيسية الأولى، وانتخب أمين عام قبلها. طبعا في السبعينات كان أمين مساعد في الحزب في التنظيم السياسي للجبهة القومية، ولكنه بعد بوزن وبتأثير وشخصية بالفعل كما تفضل الزميل أحمد حرمل
من الشخصيات الوطنية المرموقة الذي يشار إليهم بالبنان. فمقبل يعني من الشخصيات المهمة، وظل متوازن ومحتفظ بموقفه الوطني، وفي كل الصعوبات والمراحل حتى بعد الخروج من المعتقل ظل محتفظ بموقعه وبموقفه، ولم ينقاد إلى الدخول في صراع لا مع حزبه ولا مع الآخرين أيضا. يعني هي أيضا يعني هو كان يعرف عليها أنه قريب من تيار سالمية، قريب من التيار اليساري في الجبهة آنذاك، وهذا ما أسأل فيه الأستاذ أحمد الآن. يعني كيف كانت هذه التناقضات التي، أو ليست التناقضات، تجاذبات إن صح التعبير بداخل إطار الجبهة، وما نتج عنها بعد ذلك، أثرت على مسيرة مقبل في المسيرة السياسية ومسيرة النضال آنذاك؟ عقبال مقبل هو نذر حياته للوطن، والمصاعب يعني أمر طبيعي في هذه الحياة. فالصراعات التي تجري جرت على مدى التاريخ، وابتداء من عندما المرجعية الحكم في الإسلام من أيام معاوية وعلي بن أبي سفيان وقدم صحابة تصارعوا على الحكم، ومسألة رحنا العرب لهذا مورد الثقافي منذ عهد معاوية، ونحن نعاني من هذا المورد الثقافي بالنسبة للصراع على الحكم، وليس جديد على الجنوب، فكل الدول خاضت صراعات على الحكم. ولو تشوف الآن وضع ليبيا، سوريا، تونس، مصر، اليمن، العراق، كل البلدان غير مستقرة، وهذا هو عبارة عن تراكم لصراعات ولإدارة البلاد بالأزمات وبالحروب. وتتميز اليمن بإدارة الأزمات والحروب منذ أن تولى علي عبد الله صالح مقاليد الحكم، كان يدير البلاد بالأزمات وبالحروب، وينتقل من أزمة إلى أخرى، وخلال 33 عاما نحن اليوم نحصد نتاج هذه الفترة التي حكمها علي عبد الله صالح من ويلات ودمار وحروب. تحالف مع الحوثيين ضد الوطن وضد الشعب، وثم أدلى بخطاب وأطلق على هذا الخطاب أنه ثورة الثاني من ديسمبر، مع أنه هو في الحقيقة الأمر إذا كان هناك حسنة وحيدة للحوثي فهي مقتل علي عبد الله صالح من وجهة نظري، لأنه الشعب اليمني عانى منه كثيرا، عانى منه الجوع والخراب والتدمير، وعلى وجه الخصوص الجنوب، الجنوب عانى كثيرا من علي عبد الله صالح، ورفع لنا شعار الوحدة بالموت، وكان يرفع شعار للموالي المعارض السيف وللموالي العطايا، ولم يكن مقبل لا من الموالين الذين يقبلون بالعطايا ولا من المعارضين الذين يخافون من السيف، كان مقبلا شجاعا ومناضلا متمرس صلب يتمتع بكاريزما لا يتمتع بها شخص غيره، كان رحب الصدر لديه نفس طويل. وأذكر أنه في أحد المرات زارنا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في الضالع، وطرحنا عليه سؤال لماذا لا نخرج بتظاهرات نقود الشارع، قال أجيب عليكم أننا نحن حزب ضرب في عام 94، سلبت شردت قياداته، وما تبقى في الداخل ملاحقين في الجبال والشعاب، وأممات ممتلكاته وصودرت مقراته، ونحن أشبه برجل كتف بيديه إلى الخلف ورموه إلى البحر وطلبوا منه أن يسبح. نحن عندما ندعي الشارع إلى الخروج أمامنا مسؤولية إخلاقية وأدبية ونضالية أن نتحمل رواتب الأسر الشهداء والمعتقلين، أن نوفر محامين للمعتقلين الشهداء، أن نوفر رواتب من توقف رواتبهم والملاحقين، وهذه الإمكانيات كلها لا تتوفر لدينا، ولهذا لا نستطيع أن ندعو لخروج إلى الشارع دون أن نكون قادرين على أن نتحمل مسؤوليتنا الإخلاقية تجاه الناس، وأعطي صلاحيات لمنظمات الحزب وفقا لخصوصيتها في كل محافظة أن تناضل وفقا لخصوصيتها. وكان الحزب في سياق الحديث عن هذه المواقف الأستاذ أحمد أرقب كثير. يذكر أيضا الأستاذ عبد الباري طاهر موقفا فيما يتعلق ب أيام الحروب التي كانت تحدث في صعدة، ذكرته أيضا في إحدى المقالات أو في أحد المقالات الخاصة بك أستاذ عبد الباري، فيما يتعلق بتعامل مقبل مع
يعني الحوثيين في ذلك الوقت، وكيف كان النظام في ذلك الوقت يمنع تواصل الناس معهم؟ هل يعني أعطيتنا معلومات أو تفاصيل هذه القصة؟ القصة أخي العزيز يعني مقبل كان ضد الحرب، ضد حرب 94 72 79، كان ضد الحروب بشكل عام. في الحرب الأولى على صعدة 2004 يعني اتصلوا محمد المنصور وحمود المؤيد وعبد الكريم الخيواني الله يرحمه والعديد أن هناك صلاة في جامع الشوكاني، وأن هذه الصلاة هي شكل من أشكال الدعوة لرفض الحرب وإدامة الحرب، كانت بداية حرب الأولى على صعدة. مقبل حضر إلى هذا الاجتماع، للأسف الشديد كبار الداعين إلى الاجتماع في مسجد الشوكاني لم يحضروا صلاة الجمعة، وكنت أنا إلى جانب عبد العزيز الزارقة مع الأستاذ مقبل. فبعد الصلاة تكلم مقبل وشكوا أن هناك محاصرة للمسجد وأن في منع من أي موقف ضد الحرب، فدعا مقبل إلى اجتماع في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في اليوم الثاني، وحضر مقبل وكان بالفعل مقر الحزب يعني تعرض للحصار، تعرض علم الحزب للتقطيع وهوجم أيضا مقر الحزب، لكن مقبل كان موقفه ضد الحرب منذ الأيام الأولى، وأصدر بيان صدر بيان باسم الحزب يعني رفض الحرب وإدانة أي توجه للحرب في أي منطقة من مناطق اليمن. فمقبل كان رجل يعني موقف ورجل مبدئي ورجل صادق، وعاش يعني بمنتهى النزاهة والإخلاص في عمله الثوري وفي معاملاته اليومية، سواء في علاقته برفاقة أو بالأطراف السياسية الأخرى. طيب منذ أن يعني حدث ما حدث وبعد الثورة أيضا الشبابية في 2011 وإلى الآن، كيف كانت تعاطيه مع هذه الأحداث، خصوصا ربما أيضا منذ 2014 و 2015؟ هو طبعا كما تعرف يعني في المؤتمر الأخير للحزب قدم الاستقالة وحلاته وكذا، لكن بالنسبة كأمين عام للحزب انتخب الدكتور ياسين سعيد نعمان كأمين عام للحزب وترك يعني مقبل، وكان انتخاب الدكتور ياسين سعيد بإشارة من المقبل ولعب دور كبير جدا في هذا الجانب، وكان طبعا الشخصية أيضا التي تليق وتملأ الفراغ كبديل لمقبل، لكن مقبل أثره كبير جدا لأنه رجل ميداني ورجل يعني على صلة يومية بالحديث بالأحداث ويتتبع أوضاع المنظمات أوضاع رفاق أوضاع التطورات السياسية، ولذلك يعني تولى مقبل مسؤولية الحزب بعد حرب 94، وكما تعرفون حينها كان الحزب مكفر ومخون وتشن عليه يعني حرب في الشمال وفي الجنوب، ويعني مقراته مصادرة ومنظماته مضروبة، معتقلين مختطفين مخفيين. فكان يعني مقبل هو الشخص الذي تصدى للمهمة وكان ذهنية صافية في قراءة الأحداث. أشكرك أستاذ عبد الباري طاهر الكاتب والمفكر، كنت معنا بالهاتف من صنعاء. إلى هذه يعني الفترة الحساسة في ربما بتاريخ اليمن وأيضا فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي فيما يتعلق ببعد حرب 94، أستاذ أحمد كيف كان يعني هل وضعتنا أكثر بصورة ما الذي كان يواجهه الحزب الاشتراكي في ذلك الوقت، أين كانت كوادره، ما الذي كان يواجهه، ما هو حجم المهمة التي كانت على عاتق مقبل كأمين عام للحزب في ذلك الوقت؟ بعد حرب 94 بعض القوى النافذة في صنعاء شكلت لجنة تحضيرية للحزب الاشتراكي اليمني على طريق التفريخ التي كان يقيدها نظام علي عبد الله صالح، وأنبر مقبل وتصدى لهذه اللجنة التحضيرية، ولما شمل الاشتراكي لما شعثه وعقدت اللجنة المركزية وتم إعادة ترتيب أوضاع الحزب الاشتراكي اليمني،
ومن ثم انتقل علي صالح عباد مقبل ليشكل أحزاب مجلس التنسيق الأعلى التي كانت قبل لقاء المشترك كانت تضم التنظيم الناصري وحزب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والتنظيم الناصري الآخر، كان اثنين تنظيم ناصري. وأتذكر أنه عام 98 بعد مقتل الشهيد محمد ثابت الزبيدي وهو أول باكورة شهداء الجنوب، شاركنا علي صالح عباد مقبل بأربعينية الشهيد محمد ثابت الزبيدي بوفد من قيادة المجلس أحزاب المجلس التنسيق الأعلى، ونزل هو والعتواني ويحيى منصور أبو أصبع وكثير من القيادات الأحزاب التي كانت منطوية تحت أحزاب مجلس التنسيق الأعلى قبل أن يشكل اللقاء المشترك. كان يضم أحزاب المعارضة باستثناء لأن هناك المؤتمر حينها كان في السلطة، وكان هناك ما يشبه التحالف معه وبين الإصلاح، وكانت أحزاب المعارضة البقية متكتلة بهذا الكيان الذي تفضلت بالحديث عنه. تفضل أكمل أستاذ. لأنه كان المؤتمر والإصلاح شركاء حكم بعد حرب 94، يعني تقاسموا الكعكة، كعكة الجنوب تم تقاسمها بين المؤتمر والإصلاح. في أحد المرات كان نزول علي صالح عباد مقبل إلى الضالع، وكلفت أن أتواصل معه ليعرف كم باقي المسافة منه إلى من مكان تواجده إلى الضالع. اتصلت بالرفيق الأمين العام انتقل بالطريق، قلت له بأي مكان بالطريق، هو كان عنده حس أمني وحدث، قال لي بقول لك يا حرمل بالطريق خلاص، خلي ماشي داعي للرفاس. وأنا كنت حينها ما افتهم ليش إن الرجل لا يريد أن يعرفوا مكانه، لأنه كانت الأوضاع الأمنية صعبة، كنا دائما نتعرض لاعتقال، كانت اجتماعاتنا نعقدها في المنازل وفي الدشم، وكانت كان الحصار علينا حصار مخنق، ووقفت رواتبنا وتم ملاحقتنا وتعرضنا لاعتقال. وعندما عدنا منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في الضالع كانت أول منظمة التي عقدت اجتماع لها وعادت انتخاب هيئتها، وهي كانت مديرية تبع لحق. ثم توالى النشاط وقمنا بتأسيس لجان شعبية، هذه اللجان الشعبية كانت تقول ورحم الله الشهيد قار الله عمر، شاركنا في مسيرة صامتة، وهي أول مسيرة صامتة تخرج على مستوى اليمن بشكل عام. لم طيب. نردد فيها شعارات ولا اهتمامات، لأننا حكمنا لأننا كنا نردد شعارات انفصالية، وحكمنا أنا ومجموعة من الرفاق، منهم الرفيق فضل قعدي وأمين صالح محمد وعبد الكريم النعوي. نعم أستاذ أحمد. طيب سنعود إلى هذه النقاط جميعا وهذه الفترة. دعنا نشرك معنا في الحوار دكتور معن دماج الأكاديمي والباحث الذي انضم لنا عبر الهاتف من تونس. أرحب بك دكتور. يعني في البداية، يعني كيف تتابع الوضع الذي يمر به الأستاذ علي صالح عباد، يرقد حاليا في العناية المركزة في مستشفى الثورة بصنعاء؟ يعني هناك كثيرون يتحدثون أن الاحتفاء بالمناضلين والشخصيات الوطنية يحدث بعد وفاتهم لا قدر الله في حالة عباد الآن أو في حالة مقبل، لكن أتحدث بشكل عام، لماذا لا يكون هناك اهتمام في هذا الوقت برأيك؟ مساء الخير. طبعا علي صالح عباد واحد من أهم الشخصيات النضالية في الحركة الوطنية التقدمية اليمنية، وأنا مثل غيري أتمنى له السلامة والعافية، وأراقب وأتابع باهتمام وضعه الصحي. وأظن أن فكرة الاحتفاء بالمناضلين هي فكرة يبدو لي أنها استهلاكية. المناضلين لا يتم الاحتفال بهم، المناضلين يتم تكريمهم واحترامهم في صفوف الطبقات الشعبية التي يناضلون من أجلها. وأظن أن مقبل يحظى بكل الاحترام وبكل التقدير في صفوف الشعب اليمني الذي ناضل منذ شبابه المبكر في سبيله، وهذه هي طبيعة الأمور. تبقى واجبات الدولة طبعا في الوضع الحالي وفي الوضع الراهن الوضع أسوأ، لكن واجبات الدولة في علاج كل المواطنين طبعا، وعلى رأسهم الشخصيات التي حتى تولت مسؤوليات كبيرة في قيادة الدولة في جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية اليمنية. أعتقد أن هذا حق للجميع، ومشكلة مقبل الصحية تسلط الأضواء على الوضع الصحي في اليمن بشكل عام، وعلى المشكلة التي تخلقها مطار صنعاء، كثير من الحالات الصحية التي لا تستطيع أن تتحمل السفر برا
يجعل فتح المطار، وهو المسألة التي تتحمل مسؤولية تعقيدها وعدم القبول بافتتاحه وخلق الصعوبات لإعادة افتتاحه للميليشيات الحوثية. لابد من فتح المطار ليتمكن كل ذوي الحالات الخاصة الصحية والإنسانية من السفر عبر المطار. يعني في سياق التذكير بمحطات مقبل، كان هو يعني يسعى الحزب الاشتراكي لترشيحه كمرشح في الرئاسة في انتخابات الرئاسة في عام 99، لكن البرلمان في ذلك الوقت رفض الترشيح. كان هناك حديث على يعني اتهام من قبل مقبل للمؤتمر وكذلك للإصلاح في ذلك الوقت لمنع هذا الترشيح وحدوثه، وكانت الانتخابات آنذاك ما بين علي عبد الله صالح ونجيب قحطان الشعبي. ما الذي تذكره دكتور في هذا السياق؟ هي طبعا الدولة وقتها، دولة علي عبد الله صالح، لم ترد انتخابات جدية، وتصور أن مقبل كان يعرف جيدا إمكانيات وحدود فكرة الترشح، وتفتح أساسا ليفتح هذه المهزلة وقتها، وليؤكد أنه لا، ليس هنالك لا انتخابات ولا من ينتخبون، وأنها مجرد حفلة تنكرية شارك فيها صالح وبعض الأشخاص الآخرين، ليس نجيب قحطان الشعبي فقط، لكن لم تكن تحمل أي دلالة سياسية أو انتخابية حقيقية. مقبل كان يمارس عملا نضاليا في الترشح وفي فضع تلك العملية المفتعلة وقتها، وكان ذلك دوره في ذلك الوقت. هو إذن يعني كما تحدثنا، وأنا أنقل الآن الحديث إليك أستاذ أحمد، كنت تتحدث أنت على مسألة ما كنتم تواجهونه في تلك الفترة في من صعوبات في التنقل، صعوبات في إقامة الفعاليات والاجتماعات الحزبية. هل لا أكملت لنا الحديث فيما يتعلق أيضا بلقاءاتك مع مقبل في تلك الفترة؟ أول مرة اسمح لي أن أعبر عن انزعاج قيادة الاشتراكي للوضع الذي يعانيه مقبل ولرفض إخراجه، ونشكر اهتمامهم هم على تواصل دائم، الرفيق الأمين العام الرفيق علي منصر على تواصل دائم مع أسرة مقبل في المستشفى، والزيارات التي تحيط بها من قبل رئيس اللجنة المركزية يحيى منصور أبو أصبع ومحمد قاسم الثور وقيادة الاشتراكي ومحاوله متواجدين يقوموا بدورهم على أكمل وجه، وتبقى المعضلة هو في إخراجه. مقبل قلنا عندما كنا نخوض النضال بعد حرب 94 كان مقبل إلى جانبنا في السراء والضراء، كان يتابع كل صغيرة وكبيرة، يتصل ليطمئن على من هم المعتقلين، يحاول أن يبحث بطريقة عن كيف توفر لهم مساعدة قانونية. وأذكر عندما تم محاكمة عضو البرلمان محمد ناجي سعيد عقب حرب 94، تم اعتقاله ومحاكمته، وعمل مقبل مع مركز المساعدة القانونية على إنزال فريق محامين قانوني يتكون من حوالي 7 محامين، وكانت المحاكمة هي أشبه بمحاكمة النظام وليس محاكمة النائب محمد ناجي سعيد الذي تم حينها محاكمته بسبب خلفية حرب 94 وبسبب مقاومته للغزو الجنوب حينها. ونعرف بعد المسرحية كيف تم حل المشكلة، تبنى علي عبد الله صالح أنه يحل المشكلة بالطريقة القبلية وبالأثوار وإقامة الولائم، ونزل الشيخ صادق الأحمر ممثلا للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر باعتباره عضو مجلس النواب، وتم إطلاق محمد ناجي سعيد وإنهاء للمسرحية، ولا زلنا نحتفظ بالمرافعات التي قدمها المحامون حينها والتي كانت مزعجة للنظام بشكل كبير، وكان حضور الناس للقاعة المحكمة أثناء محاكمة محمد ناجي سعيد الذي كان حينها هي محاكمة للجنوب، لأنها أول محاكمة جاءت بعد حرب 94 لعضو برلماني يتمتع بحصانة برلمانية، وتم محاكمته لأنه كان ضمن الأشخاص الذين حملوا السلاح وقاوموا في حرب 94. ولا زلت أتذكر تواصل مقبل مع الشنفرة
عندما ظل الشنفرة يقاوم إلى شهر أكتوبر 94، وطلب منهم أن يطلعوا إلى صنعاء، وعندما تواصلوا مع مقبل قالوا لها نطلع، قال أنصحكم أن تطلعوا وتقولوا ما تريدون. وحينها طلع الشنفرة وقال لعلي عبد الله صالح: لقد جئنا مسالمين ولسنا مستسلمين، أما أن تعطى لنا حقوقنا وإلا سنعود من حيث أتينا إلى الجبال. وكانت كلمة قائد صالح الشنفرة حينها تمثل مفخرة لكل أعضاء الحزب ولكل أبناء الجنوب. وكان علي صالح عباد مقبل فخورا وسعيدا بهذا الموقف، وقبل الشنفرة على جبينه لهذا الموقف الشجاع الذي ظهر به عقب حرب 94 مباشرة. يعني هو في هذا السياق سيكون هناك الكثير من وجهات النظر من قبل الجهات الأخرى في ذلك الوقت من كان في السلطة، وقد تابعنا الكثير من يعني في ذلك الوقت ربما كان هناك الكثير من الاتهامات للحزب الاشتراكي وفيما يتعلق بتبعات حرب 94. أعود إليك دكتور معن، في هذا السياق كأني لمست قبل قليل يعني في حديثك نوعا من اللوم تجاه الحزب الاشتراكي في سياق الوضع يعني الموجود فيه الآن مقبل في صنعاء. في البداية وضع مقبل هو وضع صحي، وهذه مسألة لا يمكن لأحد أن يتدخل بها، كل الناس معرضون للمرض، ومقبل في مرحلة عمرية متقدمة وهو يعاني من مرض مزمن يعيش معه من وقت طويل. أما وضع قيادة الحزب ليس بحاجة لللوم، لأن وضعها يعني من البين للجميع مدى سوءه. أول علامات ذلك السوء أن هذه القيادة ليست في الداخل بدون أي سبب، لأن أغلب القيادة تنتمي للمحافظات الجنوبية وهي على علاقة ليست سيئة على الإطلاق مع قوى الأمر الواقع في الجنوب، مع الأحزمة الأمنية، ليس لها موقف يمكن أن يقال عنه أنه معادي للشرعية، ولا موقف يمكن أن يقال أنه نقدي للإمارات، وبالتالي تستطيع أن تعود لممارسة مهامها في عدن. المسألة يعني بكل هذه البساطة. المسألة الأخرى موضوع توجيه الرسائل والمناشدات والشكوى التي أصبحت طادعا عند قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بدلا من القيام بمسؤولياته، وهي ليست مسألة ضخمة. القدرة على إخراج مقبل وتوفير طائرة عبر طائرة الأمم المتحدة التي تطير يوميا من صنعاء وتحمل موظفين وعائلاتهم للمرح والتسلية في عمان كل يوم، تستطيع أن تجد مكانا وتستطيع أن توفر التأشيرة اللازمة لمقبل وعائلته للعلاج. طبعا لكن أشار يعني قبل قليل أستاذ أحمد إلى أن هناك نوع من يعني هناك مطالبات من قبل الحزب، وربما ليس فقط أستاذ أحمد، هناك أيضا أحاديث عن ذلك أن هناك مطالبات، لكن الإشكالية تكمن في سلطات الأمر الواقع إن صح وصفها بهذا الشكل في صنعاء. لا أعرف عن هذا الأمر إذا كان هنالك منع وهو قرار طبي أو ما هنالك بالضبط. هناك مسألة أيضا، بعد 4 سنوات من الحرب لماذا يوجد، طبعا مقبل قائد وطني كبير وكان يستطيع دائما أن يتموقع في الموقع الذي يعتقد أنه صحيح ومناسب من وجهة نظره. هناك سؤال، لماذا مقبل في صنعاء اليوم؟ لماذا محمد غالب أحمد في صنعاء اليوم؟ طبعا صنعاء عاصمة اليمنيين جميعا ومن حقهم أن يبقوا فيها، لكن بالتأكيد لأن الوضع السياسي والوضع الأمني في عدن وفي أبين وفي الدرجاج وفي جعار وفي الشعيب غير مناسب لأبناء هذه المناطق من المناضلين التاريخيين مثل مقبل مثلا، العودة والاستقرار وممارسة نشاطه السياسي أو حتى العودة للبقاء فيها. بعد 4 سنوات لا يستطيع مقبل إلا أن يبقى في صنعاء، وهذا أمر جيد أن يبقى في صنعاء إذا كانت هذه إرادته، لكن سيكون أمر سيء أن من خلق الأزمة في المناطق المحررة وتعفين الأوضاع بحيث حتى الناس الذين لم يعودوا يمارسون نشاطا سياسيا مباشرا يفضلون البقاء في صنعاء على العودة إلى المناطق المحررة. أنا أتحدث عن قادة سياسيين كبار لعبوا دورا أساسيا في تأسيس جمهورية الوطن اليمن الديمقراطي وفي طرد الاستعمار البريطاني وفي تأسيس أول دولة وطنية في الجنوب، ولكن في هذه اللحظات ومنذ طوال 4 سنوات لا يزالون يرون أن الوضع الحياتي في صنعاء هو الأفضل. هذه مسألة
أتصور أن الجميع عليه أن يناقشها بموضوعية. أنا كنت طبعا السياق المرض يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتحدث بشكل نقدي حتى عن صحيح الخط السياسي الذي مارسه مقبل منذ حرب 94 وحتى واقع الحال حتى المؤتمر الخامس وحتى اليوم في الواقع، لأنه هذه تلك المرحلة ما زالت رسمت خط سياسي لحزب الشراكة اليمني لم يغادره. هذا الخط كان أساسه أنه اعتقاد أن أي محاولة إصلاح داخل الحزب سوف تنتهي بتمزيقه، وكان الخيار دائما المحافظة على وحدة الحزب الاشتراكي اليمني على حساب إصلاحه. ونحن اليوم لازلنا في نفس هذه الدوامة، لا أحد يجرؤ على الكلام الصريح ولا النقد المباشر في سبيل بقاء الحزب موحدا، ولكنه غير فعالا. ونحن يعني للأسف الشديد لم نغادر هذا المربع من 94. في 94 لعب مقبل دورا هاما وأساسيا في منع علي عبد الله صالح من الهيمنة وكسر إرادة الحزب الاشتراكي اليمني، لعب دورا أساسيا في استعادة جدوى النضال عند المناضلين. لكن كان هنالك من قيادة الحزب في الداخل والخارج من أرادت أن تبقى القيادة في الواقع هي قيادة الخارج، علي سالم البيض وحتى علي ناصر في فترة من الفترات، لدرجة أن مقبل من بعد رمي الكرة في ملعبه وقال أنه إذا أراد أن يعود أمينا عاما فليأتي وليترشح. هذا الوضع ما يزال مستمر. طيب سأنقل هذه النقاط كلها إلى الأستاذ أحمد حرمل. أشكرك. نعم دكتور، أشكرك جزيل الشكر دكتور معن دماج الأكاديمي، كنت معنا على الهاتف من تونس. بالعودة إليك أستاذ أحمد، هناك عتب، هناك أوضاع صعبة تعيشها البلاد، سمعت أبرز النقاط التي تحدثها بها الدكتور، ما هو تعليقك؟ بالنسبة للجانب الأمني يعني مسألة طبيعية، ولكني أنا أرى بأن هناك تحسن، والعمل السياسي نحن نتحرك بحرية، وأمين عام التنظيم الناصري يتحرك بحرية في كافة المحافظات، وصل إلى شبوة وصل إلى محافظات عديدة، ولا أعتقد أنه في هناك عائق أمام النشاط السياسي. والحديث عن الإمارات واتهام الإمارات، أنا أقول أن أينما وجدت الإمارات وجد الانتصار، وجدت الإمارات في المخاوة وجد الانتصار، وجدت الإمارات في الساحل العربي ووجد الانتصار، وجدت الإمارات في عدن ووجد الانتصار، وجدت الإمارات في العنب ووجد الانتصار. الإمارات هي دولة شقيقة أولا، دولة يعني هذا الأمر على وجهات نظر عديدة، وثالثا أنها تقدم الدعم العسكري. لا نريد الدخول في هذا السياق لأن الحلقة هي معنية أيضا يعني بشكل أساسي بالأستاذ علي صالح عباد أستاذ مقبل، لكن الآن في هذا السياق يعني هناك من يقولون أن الحزب يحتاج إلى مقبل مرة أخرى لإعادة هيكلته بشكل أو بآخر، ما رأيك؟ الحزب الاشتراكي اليمني هو حزب مدني سياسي، لا يمتلك ميليشيات ولا يمتلك مال ولا يمتلك دولة داعمة، وكل ما يمتلكه الحزب هو كادره برهلقة. في حقيقة الأمر أقول بأنه الاشتراكي يصرف من مخزونه النضالي وموروثه السياسي بسبب الأوضاع التي يعيشها. أذكر مرة سأل الدكتور ياسين سعيد نعمان لماذا عادر بندار الحزب الاشتراكي اليمني، قال إنه عندما أصبح الاشتراكي واد غير ذي زرع آدره الكثير، والمال أصبح عصب الحياة ونحن لا نمتلك مال. أرسلت الحزب مجمدة ومقراته مؤممة. على سبيل المثال أضرب لك مؤسسة بكثير للطباعة والنشر في حضرموت بحكم قضائي أنها تسلم تعاد لمنظمة الحزب حضرموت، ويتم دفع تعويض من وزارة الإعلام مقابل البسط عليها لهذه السنوات كلها، ولم ينفذ الحكم. في هناك حكم قضائي صدر في عدن في أحد مقرات الحزب الاشتراكي اليمني، وتم هدمه وبيع الأرضية حقه بكذا كذا مليون ريال، وهناك في مقرات عديدة لا زالت شرعية. الحزب الاشتراكي اليمني في مواقفه بيقول انه حزب مؤيد للشرعية، ومع هذا مقصي يحضر في البيانات وتسجيل المواقف ويغيب في ترتيب الأوضاع خارج عن الشراكة، لم تؤسس شراكة حقيقية، وكل ما ينتج من قرارات هو إعادة لتحالف حرب. وربما نخصص أيضا لهذه ولا النقاط توجد شراكة حقيقية. لهذه النقاط حلقات أخرى. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد حرمل، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي في الجنوب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، وبطبيعة الحال نأمل السلامة والشفاء
للمناضل مقبل علي صالح عباد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.